حازم يعطيك العافية. ايش بتعمل؟ ايش جايبك على هالرد من فوق؟ والله؟ كيف طلعت؟ والله معاناه يا راجل. قدامك لازم ان انا انقل الرساله، لازم انقل الصوره والعباده والجرائم اللي بيصير لابناء شعبنا في قطاع غزه من هذا العدو المجرم. الله يعينك يا رب. والله جهد طبعا، جهد وجهاد كثير كبير. الله يعين. انا سبقتك حبيبي. الله يعطيك الصحه يا حازم، والله ما شاء الله عليك، بطل بطل يا حازم، جدع، استمر ان شاء الله. مستمرين بدنا اياك بهيك بالهمه العاليه، دائما هيك متواصل ان شاء الله. انا والله بهمه لا تلين، هد جبال، مستمر متواصل، ورغم اللي بيصير متواصل، ورغم الاعاقه متواصل. حازم سليمان رفح، فلسطين المحتله ان شاء الله تحرر.